انت شو عم تعمل؟ على اساس انك من صفي؟ كيف هيك عم تطلعني من بيتي؟ ايه انا كنت من صفي. معك حق، بس صار الوقت لحتى وقف مع الحقيقة. مرة خبيثة مثلك ما لها اي مكان بيناتنا. والشغلة الاهم انه هالبيت مو ملكك ابدا، هذا ما نقولك، انت اخذتيه بالقوة. مفكر مو مبينه؟ عم تلعب لعبة لتاخذ الاملاك. انا اللي شغلتك عندي، نسيان؟ لا انا متذكر كل شيء، انا اللي وقفت معك لتاخذي الاملاك وعملت شو ما بدك، بس انا قلت لك انا عم اعمل هذا الشيء بس لسه في عندي مبادئ. ايه صح انا بعرف غلطت كثير وسمعتي مانا منيحه، بس مستحيل اقدر اتقبل اللي صار بجيها. هلا لفهمت ليش تشيني ما بتقبل انك تكوني امها. انت مانك احسن مني، انتبه لحكيك. يا ريت ما تقارني بيني وبينك. انتبهي انا ما بشبهك ولا شوي، بدي كتير لحتى اوصل لمستوى خبثك، اصلا انت ما حدا مثلك. بفهم انه جي عدوتك، بس خلي عندك انسانية. كيف فيكي تتعاملي بهالطريقة الخبيثة وترضي بموت اي حدا من شان المصاري؟ بس قليلي كيف فيكي. لا تخاف تشيني، هاي المواجهة مجرد تمثيلية واضحة. شوفي ليش امي عم تصرخ هيك؟ ماما شبك؟ اذا كنت عن جد حابب انك تساعد امك خليك ساكت. عم تفهم علي؟ والحرف ما عم صدق كل هالوقت وعم تضحك علي. عامل حالك معي وانت بصفون، رح دمر لك حياتك ارجوك. انت اصلا هيك دمرتيني، انا هلا كرهان اطلع بالمراية، كثير خجلان من اللي صار. ايه صح وقفت بصفون، من هلا رح كون مع عمي وعمتي بس وبدون دوافع. أنا ما عاد بدي أي شيء من هاي العيلة. يلا تفضلي لبرا. دقيقة بس، طالما أنك رايحة خدي هالزبالة بطريقك. يلا روحي. ما رح أتركك بحالك أبداً، رح دمرك أرجوك. ساوي شو ما بدك، طلعي يلا لشوف. شبك شو ما سمعتيني؟ امشي امشي. رح تندم كتير أرجون. انت مفكر رح يخلوك بهالبيت؟ تأكد اني رح خليهم يعرفوا شو حقيقتك بأقرب وقت. انت بتعرف انك كذاب وعم تضحك على كل هاي العيلة، وهالعيلة رح تعرف كل شي. ووقتها ورجيني شو بدك تساوي يا شاطر. بعترف اني غلطت غلط كبير. اسمعني يا عمي، لازم تاخد الدواء بعد الفطور ماشي؟ أنا اليوم رح أعمل لك أكلة حلو بس بلا سكر مشان صحتك ماشي؟ بعرف شو ما قلت رح ضل واحد خبيث بنظركم كلكم، بس جيا اسمعيني، أنا أبداً ما كان قصدي إني أأذيكي. صدقيني ما كنت بعرف إنه رح يصير هيك معك. اسمع عمي، أنا بس كان بدي إنه جيا تبعد عنك لفترة أسبوعين مو أكتر. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.